مايكروسوفت وأوبن أي آي أمام القضاء. 8 صحف أمريكية رفعت دعوى ضد الشركتين متهمة إياهما بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها لإنشاء التكنولوجيا المستخدمة في برنامج الذكاء الاصطناعي. في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، اتهامات للشركتين بسرقة ملايين المقالات المحمية بحقوق الطبع والنشر للناشرين بدون إذن أو دفع أجل تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية. إذن مولود، مرة أخرى أعود إليك. هناك مصاعب جديدة يواجهها الذكاء الاصطناعي، هذه المرة حقوق ملكية وسرقة معقلات ومعلومات، ما الذي يجري؟ بالفعل نادين، هناك أيضا مؤلفون وفنانون وشركات أبحاث أيضا وجهت اتهامات ودعاوى إلى شركة أوبن أي آي ومنافسيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. هذا حسب محامي المدعي، فإن هذه المحاكمة ستثبت أنه يجب على المتهمين الحصول على موافقة الناشرين لاستخدام محتواهم وتعويضهم بشكل عادل عن هذا الاستخدام. المدعون أيضا يقولون كذلك إن أدوات الذكاء الاصطناعي تقدم مقتطفات من المقالات ونسب معلومات مضللة أو غير دقيقة إلى المنشورات، وفي بعض الحالات وانتهاك أيضا لحقوق الملكية الفكرية في إطار السباق نحو تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي هذه القضية تتواجه فيها مع نيويورك تايمز دافعة أوبن إي آي عن نفسها بقوة، قائلة إن استخدام البيانات المتاحة للعامة بما في ذلك المقالات الإخبارية لتدريب النماذج العامة لا يشكل أبدا انتهاكا لحرية الملكية الفكرية. هذا فيما رفضت شركة مايكروسوفت وبرنامجها للذكاء الاصطناعي التعليق على الشكاوى المقدمة ضدها.